غادي ندوزو بالنسبه للجهه تاع الذهب البويره، يعني الداخله شنو فيها الذهب البويره؟ يغطي تراب المديريه الاقليميه للمياه والغابات ومحاربه التصحر للداخله الاقليمي والذهب واوسب، يعني جوج الاقاليم والذهب واوسب اللذان يشكلان جلالة الذهب البويره. وبفضل موقعها الجغرافي تتميز هذه المناطق بوفرتها على تشكيلات نباتيه ذات اهميه ايكولوجيه تتكون من غابات الطلح الصحراوي، يعني ان الانواع تاع الاشجار النوع الرئيسي تاع الاشجار سمعت النوع الرئيسي تاع الاشجار الموجوده في جهه الذهب البويره بالاساس هو الطلح الصحراوي الذي يوفر في بعض المناطق بيئه طبيعيه ملائمه لاعاده احياء الوحش الصحراوي المهدد بالانقراض. يعني هذا الى حافظنا على هذه الغابات هذه تاع اللي موجوده هنا يمكننا نقضوا الحيوانات المنقرضات والتي مهدده بالانقراض، لحقاش هو المكان الطبيعي ديالها اللي تقدر تعيش. بالنسبه لهذه الموارد الطبيعيه والنظم البيئيه كاين العديد من انواع الحيوانات الصحراويه كالاروي، هذا هو الاروي، وغزال اغيس وغزال مهر، ياك بالاضافه الى المهاس اللي هو اللاتكس هذاك اللي دير مليون هكتار، حيث يعد من اكبر المساحات الغابويه في المغرب من بعد شجر البلوط. يعني ان عندنا واحد المساحه هامه هامه جدا من هذا النوع من الاشجار واللي خصنا نحافظوا عليه. وباش يمكننا نحافظوا عليه يلا شكون اللي جاوبني باش يمكننا نحافظوا على حسن فهمتوا الان الادوار اللي كتديها الغابه والشجر ياك باش نزيدو نحافظو على سميتو باش نزيدو نحافظو على هاد الغابات وهاد الاشجار كنقومو بتخفيف غرسين، يعني الا كان كل واحد تيغرس الشجره الا كان كل واحد في المغرب تيغرس الشجره شحال من الشجره هادي اكثر من 40 مليون شجره فهمتي وبهكا غادي نساهمو على الحفاظ على سميتو هاد الثورة اللي هي غالية. ايه من الغابة بالعكس شكون عنده شي سؤال؟ سؤال سواء الغابة بالأشجار ولا بالنسبة للحيوانات والحمية. بالنسبة للحمية سنة 2008 وذلك بشراكة ما بين المدير ما بين المندوبيه الساميه للحميه والغابات ومحافظه التصحر ومجمعيه الطبيعه والمناظره والمجلس الاقليمي لاوسن. فاش تكريات هاد المياه لقنا فيها 10 سميتو غزال مور 16 غزال مور و10 تاع المهات، هذه في المره الاولى غزال مهات هو هذا السعود تاع النعام، النعام اللي عندو عنق احمر لحقاش هذاك هو النعام الطبيعي اللي تيعيش في الطبيعه، بالنسبه للنعام اللي عندو عنق ديال الكلب هذاك تيتصفى بحال اللي كاين في الثور كاين في الثور هذاك هو هذا عنق احمر. يلا دابا شويه عندي شي سؤال وقفت من الأرض.
مغامرة بين أشرار وشجيرات وأعشاب. الفرق بين اسمع هذا سؤال. الفرق بين الأشجار والشجيرات هو أن الأشجار يتعدى طولها سبعة أمتار، من سبعة أمتار تتقرب إلى الشجيرة. هذا هو من حيث التناقض بين الشمس وما بين شجيرة وشجرة. بين الشجرة واش غير بحال كيما؟ هذا الشكل ديالها. كان الشجرة شنو هو؟ غوز غوز